إذن على بركة الله مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. إذن يا ربي السلامة، يا ربي السلامة، كارثة كارثة خلال هذه الساعات الأولى من صبيحة يوم الاثنين، يعني حوالي الرابعة، ما يقارب الرابعة صباحا، هذه الحادثة اللي وقعت هنا في منطقة المعارف، حادثة خطيرة جدا. لاحظوا لدرجة أنه السيارة من نوع كات كات أو داس الدفع الرباعي، لاحظوا معايا، لاحظوا معايا حادثة خطيرة، لاحظوا هاد الخسائر، خسائر مادية كبيرة 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 بزاف. لاحظوا السيارة تقلبات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لاحظوا معايا رجال الأمن دخلوا على الخط هنا بمنطقة المعارف، يعني خسائر مادية كبيرة جدا. لحسن الحظ، لحسن الحظ تدخل ديال الألطاف الإلهية، تدخل ديال الألطاف الإلهية ولحال دون وقوع كارثة أو خسائر في الأرواح. لاحظوا معايا الحديد كيفاش تقلع من الأرض، حديد تقلع من الأرض، لاحظوا لاحظوا، يعني من هنا هاي الضربة هنا، هاي لاحظوا هو الطرف ديال السيارة، شوف فين بقى، شوفوا معايا الطرف ديال السيارة فين بقى، هاو شتو، هذا الطرف ديال السيارة، هذا جزء من أجزاء ديال السيارة، لاحظوا ضربت هنا، هاي لاحظوا معايا، لاحظوا رجال الأمن راه كيتواجدوا كما قلت حاليا، يا ربي السلامة، يا ربي السلامة، يعني السيارة لاحظوا كي تقلبات. لحسن الحظ كما قلت أنه هاد قبل ما تدوز هاد صاحبنا فهمتي، ما درتيش لايف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتمنوا السلامة للجميع، أكيد نتمنوا السلامة للجميع، السلامة للجميع أكيد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا لا خويا محمد قال لك ياك ما كاينش الروح بعدا، لا لا الحمد لله كما قلت لحسن الحظ، حسن الحظ أنه خلال هذه الحادثة ما كانتش خسائر في الأرواح، وحاليا تدخل ديال رجال الأمن وكذلك حتى الناس اللي مكلفين بالحوادث ديال السير جاوا باش ياخذوا، يعني أكيد يديروا واحد المحضر في هذه الحادثة اللي وقعت هنا.
منطقة المعارف. نتمنوا السلامة للجميع يا ربي. خويا محمد شاكيري قالك الحمد لله. الحمد لله خويا هادشي اللي كاين. على العموم ما كاينش خسائر في الأرواح كما قلت، هذا هو الأهم، هذا هو الأهم الحمد لله، أنه ما كاينش خسائر في الأرواح. شكرا لكم على حسن المتابعة، غادي نرجعوا لكم بعد قليل خلال هاد الحادثة ديال السير. ما تمشوش بعيد، نذكركم بأنه مرة أخرى هاد الحادثة اللي وقعت هنا الحمد لله ما خلفتش خسائر بشرية، فقط خسائر مادية كبيرة كبيرة جدا، أنه السيارة ما بغيناش تشدوها من الجنب ديالها على حسب الماتريكيل، حتى الأخرى بعدنا على حسب الترقيم ديال السيارات. يعني هذا هو الاشكال اللي كاين، يمكنش نشدو على الترقيم ديال السيارات. اذا غادي نرجعوا لكم بعد قليل، ما تمشوش بعيد، غادي نرجعوا لكم مع هذه الحادثه ديال السير.